قال وزير الخارجيه الايرانيه محمد جواد ظريف ان اوروبا لا تترجم اقوالها الى افعال بشان الالتزام بالاتفاق النووي الى ذلك اتهم ظريف الولايات المتحده الامريكيه بتبني خطه لتفكيك ايران وتشكيل غرفه حرب بغيه ممارسه الضغط على طهران لارغامها على الخضوع معتبرا ان هدف واشنطن ليس مواجهه النظام او تغيير سلوكه بل تقسيم ايران ويعكس هذا التصريح الضائقة الشديدة التي باتت يعاني منها، التي بات يعاني منها النظام الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لاسيما أنها كانت تعول على الدول الأوروبية في إنقاذ الاتفاق